ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية، والتي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها. نحن من حيث المبدأ ندعم وقف إطلاق النار، وندعو إلى استئناف محادثات 5+5، وفي نفس الوقت ندعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وندعم المؤسسات التي قامت في شرق ليبيا، ونحرص على وحدة وسيادة الأراضي الليبية. أيضا نحن نقف إلى جانب الأشقاء في مصر العربية من أجل الدفاع عن أمنهم الوطني وعن الأمن القومي العربي. وإذا كانوا يريدون أي دعم سوري نحن جاهزون له، بغض النظر عن مواقفهم من قضايانا. هذا مبدأ.